بموت يا أمي. العقولة واحد أكثر أنا بموت. العقولة العقولة. إسعافات أمي. إسعافات إسعافات. انهيارات. إسعافات. الحقونا. بس 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 واحدة واحدة كده. أنا مين؟ الله أنا أول مرة أتشقلب في الحياة. كل الجمهور السعودي بس قولوا لهم معلش إيه رامز صديقي وإحنا بنتخشمر على بعض عادي. الله يسعدك. لا عشان بس ما حدش يزعل مني. كل الجمهور السعودي يحبك ويموت عليك. وأنا بحبهم جدا والله. أنا مرة نحبك والله. بسم الله. بلغنا زمان إن أنت كنت بتقلدي. أنت ممكن تقلديني؟ أنا نسيت دلوقتي التمثيل. نسيت كل حاجة. نسيت اسمي، نسيت مين أنا، نسيت الماضي، نسيت الحاضر، نسيت كل حاجة. إدينا بقى حتة قلديني بقى. عايزة المشاهدين في كل مكان. قولي قولي حالا 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 حته صغيره حالا 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 يلا قولي قولي يا بنتي قولي حته يا بنتي قولي حته عادي بتقلدني اوكي اوكي انا عبيطه انا عبيطه انا بعد البرنامج ده هيجيبوك برامج كتيره ويقولوا لك انت كنت عارفه المقلب ورامز كان مقبضك والحاجات دي فتردي بقى على المشككين في الحاجات ايه والله لا احنا عارفين ولا احنا اي حاجه تخيلوا يا جماعه اتصلوا قالوا في لقاء مع كارلا وكارلا كارلا ما شاء الله عليها ضبط الدور انتظروني في رمضان في برنامج رامز نيفر اند على ام بي سي شافك عبد العزيز